السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روزلاند. النهاردة إن شاء الله يا جماعة معايا تشكيلة من الانسيالات والحظاظات الرجالي، هفرج حضراتكم عليها كده حاجة حاجة ونشوفها مع بعض واحدة واحدة. بس في بداية الفيديو أتمنى إنك أنت تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو لسه أول مرة تشوف قناتي يا ريت تفرج في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من روزلاند. هفرج حضراتكم على حاجة حاجة كده يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين حاجات شكلها جميل جدا، في ان شاء الله توصيل لجميع المحافظات. ممكن نفتح كده ونشوف مع بعض حاجة جميلة زي دي مثلا. بسم الله ما شاء الله شكلها حلو. لو اي حاجة عجبتك خدها سكرين شوت وان شاء الله ابعتها لك لحد باب البيت. معايا الشكل التاني ده، شايفين معايا يا جماعة الشكل ده؟ الناس بقى اللي بتحب الحاجات السمرة دي، الحاجات الضخمة شوية دي، شكلها عامل ازاي؟ رايقة كده. طيب معايا ايه تاني؟ معايا زي دي، بس شايفين هنا الانسيال نفسه مربع يا جماعة، مربع، شايفين؟ القطعة السمرة دي كمان مربعة، في منها بقى المدورة زي دي كده، شايفين يا جماعة؟ دي مدورة اهي يا جماعة، غير التانية. طبعا أي حاجة من الحاجات دي لو كبيرة على ايدك ممكن تتأثر عادي، بتتأثر، شال منها نبة نبتين، حبيت تزود بعد كده تزود زي ما انت عايز يعني، طولها بيناسب الجميع. معايا الشكل ده يا جماعة زي ما حضرتك شايفينه كده، حاجة كده كويسة، حاجة أيام برضه ممكن يتأثر، شكله أيام. الشكل يعجبك خد سكرين شوت وبعتهولي على الرقم الموجود في صندوق الوصف، وإن شاء الله في توصيل جميع المحافظات. في برضه يا جماعة الشكل ده، على فكرة الكاميرا ظلمة طبيعة، على الطبيعة أحلى من التصوير بكتير، على الطبيعة شكله جامد جدا، برضو ممكن تأثره أو ممكن تطوله عادي، شكله حلو أوي ده برضو. متاح برضو يا جماعة معايا الشكل ده، ده غير التاني، ده غير اللي أنا لسه موريهولكوا دلوقتي، تمام؟ شوفين ده شكله عامل ازاي، والتاني اللي انا لسه مرهولكو برضو شكله مختلف، الفرق اهوت. الشكل اللي يعجبك خده سكرين وانا ابعتهولك لحد باب البيت او اي مكان انت تحدده، في توصيل ان شاء الله. تعال نشوف حاجة تانية معايا يا جماعة، الشكل ده شكل الهلب، ده شكله عامل ازاي، هلب وفيه جمجمة كده، ده شكله حاجة جميل. تعال نشوف شكل تاني معايا يا جماعة، الشكل ده برضو ده شكله جمجمة كده، شايفين شكله جمجمة؟ في ناس بتعشق الحاجات دي، شكله حلو برضو. اي حاجة من الحاجات دي ممكن تطولها او تقصرها زي ما انت عايز. معايا كمان يا جماعة الشكل ده، طبعا الشكل اللي انا بوريهولكم ما بكرروش يعني، ده شكل جمجمة اهوت، في شكل تاني بتاع جمجمة برضو وريتهولكم شوية، يعني الشكل ده شكل مختلف، في شكل الهلب برضو، الشكل الهلب ده مختلف، في اشكال برضو جماجم هوريها لكم برضو دلوقتي، اشكال مختلفة يعني، ما بكررش الانسيال اللي انا بفرجه لحضراتكم مرجعش اجيبه تاني، عشان مفيش حد يفكر انا بجيب ايه نفس الانسيال. هو بيبقى فيه جمجمة بس مش نفس الشكل ومش نفس الجمجمة، تمام؟ ده شكل الانسيال اهو. معايا برضو يا جماعة الشكل ده، شايفين الجمجمة دي؟ عين مقفولة وعين مفتوحة كده، غير اللي فات،
اللي فات ممكن تقول قريب منه، انما بس مش هو. فين دم ده؟ باينة خالص اهوت يا جماعة، مش شكله بس قريب منه. والشكل اللي يناسبك ايه تاخده سكرين وتبعتهولي. في رقم هسيبهولكوا في صندوق الوصف، الرقم شغال واتس بس يا جماعة، الرقم شغال واتس بس مش فون. تعال نشوف حاجة تانية معايا بقى يا جماعة. الشكل ده شكل مميز خالص، هي جمجمة واحدة في الانسيال زي ما حضرتك شايفين كده، شوفين شكلها عامل ازاي. وده شكل الانسيال، حاجة مميزة غير التانيين خالص. تمام، ده الشكل اهوت. شكله شيك اوي ده. معايا الشكل ده برضو يا جماعة اهوت. الشكل ده قريب من اول شكل خالص انا وريتهولكوا في الفيديو، بس مش زيه. هحطلكوا الاتنين جنب بعض اهوت، شايفين ده وشايفين ده. في فرق ما بينهم، بس الاتنين مش واحد. شوف ايه اللي يعجبك فيهم وانا هعمل الاتنين ليك. معايا يا جماعه الشكل ده برضو، شكل رايق قوي، حاجه بقى صغيره سيمبل كده. الشكل ده موجود السلسله بتاعته برضو، الشكل ده موجود منه السلسله. شكله عامل ازاي؟ سعره مرتاح برضو، ده سعره مرتاح خالص، يعتبر اقل سعر في اللي انا وريته لكم كله. معايا برضو يا جماعه حاجه زي ده كده، ده حاجه مغناطيس بيلبس اي مقاس، بيتفك ويتلبس سهل جدا. شوف شكله عامل ازاي، عبارة عن مغناطيس كده بتشد الحزام كده وخلاص، هو باين في ايدك كده. حاجة كده من الحاجات الرايقة برضو. ده شكله جميل، بيلبس اي مقاس. مش معنى كده اللي انا وريتهولكم ما بيلبسش اي مقاس. كل الحاجات دي يا جماعة، كل الحاجات اللي قدامكم دي بتلبس كل المقاسات، ممكن تقصر منها وممكن تطولها، تحط لها تطويلة عادي سهلة جدا. ده موجود برضه اهوت، لو حد عايز ياخده دلوقتي سكرين وانا برضه ابعته له. يا جماعه معايا الشكل ده، شايفين الشكل ده عامل ازاي، شايف الحزام بتاعه، حاجه كده شياكه، ممكن تتاثر ممكن تطول. هو طويل، هو نازل طويل، بس احنا ممكن نقصره. ده شكله بيتقفل، القفل بتاعه ده بيتقفل سهل جدا، بس انا ما برضاش البس واقفل قدامكم عشان وقت الفيديو ما يطولش يعني. تمام، ده شكله اهوت رايق برضو. ده يا جماعه الشكل التاني بتاعه اهوت، الشكل ده الحزام عريض مش رفيع، هي اذواق بصراحه. شايفين الحزام العريض عامل ازاي، والحزام الرفيع ممكن اجيبه واوريه لكم اهوت، واحط لكم الاتنين جنب بعض وانتوا تشوفوا. ده الحزام العريض وده الحزام الرفيع، من شكلهم عامل ازاي. اختار اللي يناسبك وانا عينيا الاتنين ليك. معايا بقى يا جماعه الشكل ده، شايفين الشكل ده عامل ازاي. اي حد هيشوفه هيقول لي معدن، انما هو ما هوش معدن، هو ده يا جماعه بلاستيك جلد. ده جلد شكله حلو قوي، شكله حلو وخداع، يعني يشوفه يقول معدن. الناس بقى اللي بتحب الحاجات الجلد وتحبش المعدن، هو ده جلد، بس اللون لون المعدن. ومن تحت من هنا شايفين اصلا لبسه عامل ازاي، لبسه كويس جدا. شايفين الخامه، الخامه بتاعته اصلا عامله ازاي، انا قربتها لكم خالص للكاميرا اهيت. وفي هنا زي كام طبقه كده، الطبقه اللي تحت ديت طبقه تحس ان هي سيليكون عشان ما تتعبش ايدك وانت لابسه. تمام، وبتلبس زي الساعه، هتلبس بقى وتقصر او تطول على حسب مقاسك انت. بتلبس اكيدك لابس ساعه، عايز تطولها تقصرها تظبط الحزام بتاعها زي ما انت عايز. شكله بصراحة رايق، ده شكله رايق بصراحة. في منه أشكال تانية هيت وألوان تانية، شايفين درجة اللون دي. الأسود ده برضو عظيم شوية، والهلب برضو الأسود ده شكله رايق قوي بصراحة. أشكالها جميلة جدا الأشكال دي. تعالوا بقى نشوف معانا ايه تاني. عشان ما اطولش الفيديو يا جماعه اكتر من كده، فانا مش عايز اطلع الحاجات اللي باقيه دي من الكيس عشان كده هتاخد مني وقت كبير. ممكن افرجها لكم كده، اوريك واحده واحده كده. دي الحاجات الجلد بقى، لو اي حاجه عجبتك خدها سكرين، هفرجكم على كل الحاجات المتاحه معايا. مع الشكل ده برضو، شكل النبض ده جلد،
معايا برضو الشكل ده، الحزام بتاعه كله متدفر كده، معايا برضو نفس الحزام اهوت، بس القطع دي هي اللي متغيرة، فين دي ودي، معايا زيها برضو بس الشكل الهيلث تاني اهوت، معايا برضو الشكل ده. انا بحاول بس اثر في وقت الفيديو والله مش اكتر، انما لو حد عايز حاجة ممكن اصورها له فيديو وابعتها له على الواتس عادي، صورها له زي ما هو عايز. الشكل ده برضو، الحزام ده مختلف يا جماعة، شوف الحزام شكله عامل ازاي، معايا برضو الشكل ده، ده يعتبر حزامين مع بعض. معايا الشكل ده برضو. طبعا اللي متابعني لحد دلوقتي هيرد يقول لي طب انت ليه ما بتقولش الاسعار في الفيديو؟ انا هقول لك بكل بساطه ليه ما بقولش الاسعار في الفيديو، علشان انت ممكن تكون بتتفرج على الفيديو دلوقتي، في غيرك ممكن يكون بيتفرج على الفيديو بعد نشره بسنه باتنين بتلاته. يعني انا في ناس بتكلمني على حاجات كنت منزلها من 3 سنين وتقول لك انت كنت قايلها بكذا في الفيديو، طب يا جماعه ده كان من 3 سنين، يقول لك لا بس انت كنت قايل بكذا يبقى المفروض تبيع بكذا، فدي حاجة غصب عني. فاحنا دلوقتي بنشوف ايه الاسعار بتاعة الوقت اللي انت بتطلب فيه المنتج، عشان كده انا برضوش اقول سعر الحاجة في الفيديو عشان معرفش حضرتك هتتفرج عليه امتى. لما تبعتلي على الواتس هقولك ده سعره 5 قروش، بس اسعارهم حاجات مرتاحة، يعني الاسعار في الوقت ده في التوقيت ده الاسعار مرتاحة. يعني مثلا حاجة زي اللي جت في ايدي بالصدفة دي سعرها مثلا 15 جنيه، في حاجات بقى عشرينات، في 25، في 35، في 45، أسعار كلها مش واحدة، تمام. بس كده يا جماعة دي الحاجات المتاحة معايا دلوقتي في الفيديو ده، أتمنى إن الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من روزلاند. أشوفكم في فيديو جديد، واكتب لي في كومنت أنت عايز الفيديو الجاي يكون عن إيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.